من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل، هتشوف معانا العيشة أجمل. عيشها ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين. ودائما وابدا بنقول لكم عايزين نعيشها ببساطه، والنهارده حلقه مختلفه، لان المفروض هي بتتكلم على الناس اللي بيشتغلوا في المشاكل وبيحاولوا يحلوا المشاكل، او ممكن يبقى شغلهم مرتبط بالمشاكل، ودول طبعا المحامين. معانا النهارده انسانه جميله جدا ومحاميه شاطره جدا، الاستاذه هاله مكرم، محاميه بالاستئناف العالي وناشطه في حقوق المراه. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ربنا يخليكي. طبعا عكس اللي احنا بنعمله دايما في حلقاتنا، بنحاول نقول نتكلم على حلول المشاكل، والنهارده هو مش عكس ولا حاجه، ولا هنكمل برضو في الحلول ان شاء الله. ان شاء الله. اعتقد ان احنا ناشطه حقوق المراه دي حاجه بقت كتير قوي، يعني ناشطات كثيرات، احنا بقينا محتاجين ناشطين في حقوق الرجل دلوقتي ولا خلاص؟ موجود. لا موجود. موجود. محتاجين يعني. فاحنا خلينا مع المرأة، هي اللي غلبانة. بالضبط كده. طيب. بس مش في كل وقت يعني. ايوه بالضبط. بدل احنا اذا كده متفقين. الحمد لله. بالضبط كده. طيب احنا طبعا عايزين نشوف شغلك، ايه المشاكل اللي منتشرة قوي دلوقتي، وهل في فعلا مشاكل في محكمة الاسرة والحاجات دي كتير؟ للأسف كتيرة جدا. فمحكمة الاسرة مليانة 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 أواضي بكميات مهولة لا تصدق. عندنا مشكلة دلوقتي هو تعديل قانون الأحوال الشخصية، محتاجين يتعدل بس يكون بشروط وضوابط معينة. قانون الرؤية برضو محتاج يتعدل علشان نكون مناصفين للاتنين، للرجل والمرأة، والأكثر هو الطفل. مناصفين للطفل لأن هو المتضرر الأول، لا الأب ولا الأم. ده اللي بيتخبط بالضبط كده. بالضبط كده. وبريء ملوش دعوة إن الست دي والرجل ده متخانقين أو اختاروا بعض. وده طبعا بيأثر على صحة الطفل نفسيا طبعاً. ومجتمعيا، وبيأثر عليه بشكل مبالغ فيه، ده حقيقي. احنا ليه على طول عايزين قانون الأحوال الشخصية ده يتعدل؟ يعني انا فاكر من ايام اريده حلا وهو بيتعدل، وكل شوية يتعدل، يعني ليه المطالبات بتغييره دائما؟ الحقيقة لازم بيتعرض مشروع قانون الاول. لازم يتعرض، ولازم ما ينفعش يدوا فيه قرار وقتي. لازم يكون مناصف. هل ده مناصف للطفل؟ هل مناصف للمرأة؟ هل مناصف للرجل؟ يعني اول ما بيعرضوا المشروع، هو بيكون اول مشروع قانون، فنلاقي الرجل يقول لا ده مش مناصف ليا، نلاقي المرأة لا. ولا ده لازم يكون. حتى بينزل القانون، بعد ما بينزل بيبقى فيه جدل حواليه. بالظبط. بيبقى بنثير جدل. وكل واحد طبعا الطرف المتضرر بيبقى محتاج القانون ده هو اللي ينصفه. فطبعا ده بياخد وقت طويل جدا ووقت كبير جدا، لان طبعا مش من السهل ان احنا نحط قانون ونبتدي بقى نمشي عليه. يعني كم تعديل اتعمل من ايام اريده حلا لحد دلوقتي؟ لا ده كتير كتير جدا. ان كل كتير. سنه بيتكرر نفس الجدال ويتعدل حاجه، وبعد كده السنه اللي بعديها وهكذا. مش كل سنه طبعا يعني، ما اقصدش، بس كتير. انا 10 15 مره بالزبط. مثلا بالظبط. ده كتير جدا. بس زي ما بقول لحضرتك، مش من السهل ان نحط كده قانون في يوم وليله زي ما بيتقال. لا، وحتى لو هو قانون بشري فقابل للاخطاء كده. والامور بتتغير، والتعديل طبعا. طبعا يعني دلوقتي اعتقد ان في مشاكل بقى السوشيال ميديا والحاجات دي، هي دي اللي مثلا محتاجه قانون لوحدها دي. للأسف يعني أغلبية المشاكل دلوقتي بقت بسبب التليفونات، السوشيال ميديا. الستات اللي طول النهار مش عندها أي حاجة في حياتها غير إن هي التليفون، وللأسف بيجيلي مشاكل كتير في المكتب. وقضايا كتير بيشتكي. ما بتعملش حاجة غير التليفون. بالضبط كده. هي مش بتعمل أي حاجة غير قاعدة على الواتساب بتكلم أصحابها، قاعدة على الفيسبوك مش عارفة بتشات مع مين. فدي طبعا بقت من أكبر مشاكلنا دلوقتي، ومش مهتمية بيا، ومش مهتمية بالبيت، ومش مهتمية بولادها والكلام. وبي خاصة يعني لو الأولاد كبار ولا حاجة بيشتكي فعلا من من الزوجة. ده وعلى الناحية التانية بقى، الزوجة اللي بتلاقي في تليفون جوزها لا ما بتسيبهوش. لو لقيته معلق حتى لايك لحد أو عامل قلب أو أي حاجة، بتثير مشكلة. وده واقع على فكرة يعني. إحنا ده واقع وبيحصل، وده حقيقي، والمحاكم مليانة بالمواضيع دي. يعني ممكن البعض يحس إن هي
لا ده تفاهة، لا هو ده فعلا بيحصل صح. للأسف. كان زمان انا بفتكر كده في افلام زمان والكلام ده، ممكن في تليفونين، فالتليفون اللي جوه الزوج يسمع مراته وهي بتكلم حد او يعني كان الموضوع محدود اقصد، يعني كان دلوقتي في لا، الدنيا الدنيا بقت اتطورت. ابلكيشنز وحاجات وابعت لك صور واشوفك بالظبط كده، وتشوفني بالظبط وتيجي معايا كده. البيت، يعني القصة بتبقى مختلفة. متطورة مختلفة تماما. صح. يمكن انا اتسألت قبل كده، طب ما الاول كان في قضايا طلاق، اشمعنى دلوقتي في اكتر؟ الدنيا اختلفت تماما. الاول بقى كنا بنسمع عن الحموات، دلوقتي سكتنا وركناهم على جنب، بس برضو موجود موجود. دلوقتي بقت النسبة الاكبر من قضايا الطلاق وخاصة الخلع بسبب الفيسبوك وبسبب الواتساب صح فبيختاروا اسهل طريق الانفصال. صح وعلى فكره وحياتي بتتكلمي كده افتكرت ان في جروبات للرجاله تخلي الشخص مش راضي عن زوجته، والناحيه بالظبط التانية تلاقي جروبات للستات اللي هم يقعدوا يسخنوا بعض، بالظبط. فتبقى قلبه على جوزها، ده عملت موجود نوع من ال الاحتقان. في احتقان، وانا بالظبط كده. ولما اشوف الممثل الفلاني طب ليه جوزي ما يبقاش كده، ولما اشوف الممثله الفلانيه ليه مراتي مش شكلها، وطبعا بقى الحاجات بقى ده التيك برضو توك بيحصل. والحاجات دي. ده بيحصل، بس المفروض كل واحد يعني يلتزم، انا ده رأيي، يعني يلتزم، انا اعرف جوزي شخصيته ايه، هو يعرفني انا كشخصية ايه، لكن صح مش كلنا متشابهين، صح ما فيش حد كده. وبعدين انا بقول ان الفيسبوك ده عالم افتراضي، يعني صح ممكن يبقى زوج وزوجة خاربين الدنيا وهي منزلة حبيبي وقلبي وعمري وسندي ده حقيقي، ودلوقتي الورد بالظبط كده، واحنا نبقى عارفين مشاكلهم، صح فبلاش ناخد بالظاهر. صح يعني انا ضد الظاهر ده تماما، صح احنا ما وحتى نعرفش جوه البيوت فيها ايه. وصح حتى المشاهير الفنانين مش هقول اسماء يعني، بس فلان وبيحب فلانه ازاي ومش عارف ايه، وفجاه مظاهر تلاقيهم للاسف. اتطلقوا بعد كذا، بالظبط كده، فلان الغني قوي اتجوز الفنانه الفلانيه برضو بالظبط. بدون ذكر اسماء، وهتلاقي بعد كده ان هو سابها واتطلقوا، فزي ما لا، احنا بنقول ومشاكل فعلا. كتير، يعني صح بدون ذكر اسماء، مشاكل كتيره جدا صح جدا صح جدا. يعني المنظر فالظاهر افتراضي. ده بالظبط كده، الظاهر ده ما حدش ياخد بيه ابدا يعني. واللي انت شايفه على الفيسبوك او اللي انت شايفاه على الفيسبوك ده هو مطلع نفسه كده، انما بالظبط، لو جه في بيتك او جات في بيتك هتلاقيها شخصية مختلفة. شخصيات مختلفة طبعا بالظبط، طبعا. دي نقطة مهمة واساسية. وطبعا نفس القصة احنا بنتكلم برضو على الشباب الصغير اللي هم لسه بقى ما دخلتش في موضوع الجواز، واختيارها مع اللخبطة دي مخلياهم ملخبطين برضو يعني. ده حقيقي، ده بيحصل يعني، بس لازم يبقى فيه توعية في البيت، الميديا كلها المفروض يبقى فيه توعية للشباب، وخاصة مع ارتفاع بقى قضايا الطلاق ونسبة كبيرة جدا، والخلع دلوقتي يعني في خلال 6 شهور الزوج أو الزوجة طبعا يكونوا خالعين، فلازم يبقى فيه البيت عليه يعني عامل ليميت. كبير قوي صح. في توعية الأولاد طب يعني. الأكتر دلوقتي قضايا الخلع ولا قضايا الطلاق؟ يعني الراجل ولا الست هم اللي بيثيروا المشاكل في القضايا يعني؟ هما الاثنين الحقيقة، ما يعني مش قادرة اجي هما الاثنين، مفيش حد بس أكتر من حد. الزوجة لما الدنيا بتتقفل معاها خالص ومش بتلاقي حل، فبتضطر تلتجئ للخلع، لان خلال 6 شهور حقيقي بتكون خلع جوزها. بس طبعا بتبقى فقدت كذا حاجة طبعا هي وتنازلت عن بتتنازل، كذا حاجة والكلام بتتنازل ده، عن كل فدي حقوق. يمكن المشكلة. هتيجي بقى الحتة بقى بتاعة الطلاق اللي هو والرؤية والمش عارف ايه، دي برضو دي نوع آخر من القضايا والمشاكل. طبعا طبعا، بس قضايا الطلاق بتطول شوية، لكن هو اسهل حاجة ليهم الخلع. الخلع. لا اقصد كمان قصة يعني في حتة بقى الرؤية والراجل اللي مش بيسأل في ولاده او اللي هو عاوز يشوف ولاده، في الانواع دي موجودة والقضايا دي موجودة ودي موجودة موجودة، طبعا، موجودة يعني انت طبعا بتشوفي موجودة. الحاجتين دول في يعني. اباء يستحقوا ان هم يكونوا اباء، وفي اباء لا يستحقوا. حتى قانون تعديل الاحوال الشخصية انا بقول كده، لازم يكون بضوابط وشروط معينة. هل الاب ده يصلح ان هو ياخد الاولاد يربيهم؟ هل يصلح لده؟ ما ممكن يبقى اب بيشرب، هيربي الاولاد دول ازاي؟ صح، دي لازم تبقى بالظبط تقفص في كده الحسبان يعني. يعني. الاباء دلوقتي محتاجين ان هم تبقى حضانتهم تاني حد من بعد الام وبعد ام الام، فهل في ضوابط وشروط معينه تحكم ده؟ هل الاب ده يصلح؟ في اباء ما بيسالوش على اولادهم، فانت ولا ازاي يسالوكوا هتحط ولا لي بالظبط كده، هتحط لي قانون شرط او ان حاجه. بالظبط كده، ان هو يكون تاني حد ياخد الطفل ويربيه؟ فانا رايي ان لازم يكون في ضوابط وشروط معينه. ربنا يكرمك طبعا على الكلام الجميل المتوازن، وواضح ان انتي مع بلاش طلاق وبلاش خلع وبلاش طبعا المشاكل دي كلها، نتمنى، طبعا برغم ان ده نتمنى. شغلك يعني، بس يعني انتي شغلي، بس مش اتمنى عايزاه طبعا. يعني. اتمنى ان ما يبقاش فيه مشاكل، لان الطفل في الاخر هو المتضرر. لو وعد بقى هنتكلم بقى على هالة مكرم الانسانة، وازاي بقى فاصلة ما بين المحامية
في الشغل والزوجة في البيت إن شاء الله. بعد كده يعني إن شاء الله في حلقة تانية. ماشي، شكرا متشكرة جزيلا. لحضرتك، شكرا. ميرسي خالص، شكرا. عيشها ببساطة. عيشها ببساطة هي فكرة وحملة وبرنامج، بس الموضوع مش هيكمل إلا بيكو. ابعتوا لنا قصص أو أسئلة أو استفسارات أو تجارب شخصية، وإحنا الاستشاريين بتوعنا هيجاوبوا عليها، ويمكن نستضيفكم في برنامجنا علشان خاطر نسجل معاكم، أو نيجي نسجل معاكم ومعانا الاستشاريين بتوعنا. طبعا عايزين تتواصلوا يبقى من خلال 011-082-0-24 أو على صفحة ببساطة إجابتك عندنا. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعد حسين.